أكد وزير البترول طارق الملا أهمية التعاون المستمر مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة ومركز البحوث والدراسات التعدينية بالكلية لتخريج مهندسين أكفاء يبنون على ما يتم إنجازه من مشروعات. وأشار وزير البترول خلال لقائه عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ومدير مركز البحوث إلى أن الاستمرار في تدريب وصقل مهارات العنصر البشري له أولوية كبيرة للدولة، مؤكدا أهمية أن تراعي المناهج العلمية بالكلية التوجه العالمي الحالي للتحول الطاقي والتحول الأخضر والاهتمام بمشروعات خفض الانبعاثات والتوافق البيئي وترشيد الاستهلاك وتقليل النفقات. شاركت مصر في حوار السياسات حول الفرص بمنطقة الشرق الأوسط ضمن الفعاليات الافتتاحية لقمة الحزام والطريق المنعقدة في هونغ كونغ، وذلك في إطار دعم وتعزيز علاقات مصر الاقتصادية مع دول العالم. وخلال مشاركتها أكدت وزيرة التعاون الدولي أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة عززت العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، كما أكدت أهمية قمة هونغ كونغ في استكشاف أفضل السبل والحلول للاستفادة من مبادرة الحزام والطريق، لافتة إلى أن المبادرة تعزز التواصل مع الصين وربطها بالعالم من خلال مشروعات البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات في مختلف دول العالم على طول الحزام والطريق. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط لتسجل أعلى مستوى في 10 شهور، إذ لم تؤثر زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية على توقعات شح إمدادات الخام لبقية العام. ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 0.3% ليصل إلى 92.18 دولار للبرميل، كما قفزت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% ليصل إلى 88.88 دولار للبرميل. ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.78% لتصل إلى 3.38 دولار للتر، فيما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.3% لتسجل نحو 2.68 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أفاد اتحاد النقل الجوي الدولي إياتا بأن قارة أفريقيا سجلت ثاني أفضل أداء حسب تصنيف المناطق في حركة السفر جوا، حيث ارتفع عدد المسافرين في القارة السمراء بنسبة 25.6% خلال يوليو الماضي. أوضح الاتحاد أن القارة السمراء التي تمثل 2.1% فقط من حركة النقل الجوي عالميا حلت في المرتبة الثانية مباشرة بعد منطقة آسيا الباسيفيك، مضيفا أن حركة السفر الجوي لمنطقة آسيا الباسيفيك سجلت زيادة بنسبة 105.8% مقارنة بالعام الماضي. وأكد الاتحاد أن اتجاهات النمو في باقي مناطق العالم كانت إيجابية بوجه عام في يوليو الماضي.